الله سبحانه وتعالى أخبرنا إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. الحين حنا في الحج، إذا رحنا عندنا أحد مشاعر الحج وش نسوي؟ نرجم إيش؟ الجمرات. يا جماعة ركزوا معي، ديننا هذا مو بعبث، لما نوقف نرجم الجمرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7 مرات للجمرة العقبة اليوم الأول، ثم الأول أيام التشريق ترمي 7 7 7، ثم اليوم الثاني 7 7 7، واليوم الثالث 7 7 7، 70 حصات نرميها على الشيطان. احنا ما نشوف الشيطان، هي ميب حجر على حجر، هي فيها معنى بعيد، كأن الله يقول أعلن عداوتك لهذا العدو، الله أكبر الله أكبر. ولذلك يسن للذي يرمي الحجر أن يقف بعد الرمي يدعو، الدعاء هنا مستجاب. ليش؟ قال العلماء لأنك أعلنت عداوة الشيطان وتبرأت منه. طيب حنا نرجم الله أكبر الله أكبر ومع ذلك نتخذه كما قال الله سبحانه وتعالى وليا. ترى الموضوع الله سبحانه وتعالى طلع آدم من الجنة، تراه ذاق في بعض الآيات، ذاق فقط ذوق، وفي بعض الآيات أنه أكل. فتخيل واحد أكل لقمة واحدة لخبطت عليه الموضوع كاملا، وهذا الموضوع يستحق الحقيقة. ليش؟ لأن هذا الأكل الذي أكله آدم عليه السلام وحواء كان أمرا ممنوعا، الله سبحانه وتعالى منعه من هذا الأكل، ولذلك الله يقول لا تأكل. لقمة واحدة جعلت آدم عليه السلام أول شيء طرد من الجنة، وأهبطه الله سبحانه وتعالى وزوجه في الأرض. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل آدم ينادى بنداء العصيان، فعصى آدم ربه فغوى. تخيل واحد يا عاصي يا عاصي يا عاصي، وعاتبه الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو. هذا عتاب من الله. أنا جالس صراحة استشعر موقف آدم، صراحة هو يسمع العتاب هذا من ربه، مطأطئ رأسه وخجلان، توني الآن خلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي وكرمتك، سجد ملائكتي خليتهم يسجدون لك تكريما لك يا آدم، ودخلتك جنتي، يلعب عليك الشيطان في شجرة منعتك منها وفتحت لك أبواب من غير هذه الشجرة. ولذلك أنا أقول الإنسان العاقل يفهم أن الموضوع يحتاج إلى أنك تقف. جلس آدم يدور في الجنة، قال الله في حديث وهو حديث غريب يقول عنه ابن كثير، قال أفرارا مني، وين رايح تنحاش وين بتروح؟ أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب، ولكن حياء منك. يا زين الحياء من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس شين وقوي عين، يسوي المعصية ومبسوط، يكتب رحت جيت شفت سويت، يتوقع انها شطارة. اشد الاصرار على المعصية والمجاهرة بالمعصية اشد من المعصية ذاتها. ولذلك اذا سترك الله استر نفسك، لا تباهي، استح. الحياء له حالتين، حياء يجعلك تستحي ممن عصيته فتتوب يدفعك الى التوبة، وحياء يجعلك تقلع عن المعصية والذنب ولا ترجع اليه مرة ثانية.